السلام عليكم. اليوم محاضرتنا راح نكمل بها اللي بدينا بالمحاضرة اللي فاتت، واللي هو احنا بدينا بالمورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف الانيميا، واخذنا من عنده التايب الاول اللي هو هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، وحجينا على كل الكوزز اوف هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. واليوم ان شاء الله راح نكمل باقي التايب اوف ذا مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن. التايب الثاني من المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن هو النورموكروميك نورموستيك انيميا، اللي هو مثل ما تشوفون بهذه الصوره واضحه قدامكم. الار بي سي كلش هيلثي، نورمال سنتر اوف بلر، نورمال سايز، نورمال شيب، اند نورمال كلر اوف ذا هيموغلوبين. النورمو كروميك نورموستيك انيميا، اول شيء لازم نعرفه الكوزز اور الديفرنشال دايجنوستس اوف ذا نورمو كروميك نورموستيك انيميا. ات از مي بي اوكير ان ذا انيميا اوف ذا كرونيك ديزيز ان سام كيسز اوف ذس ديزيز اند ماني كيسز اوف هيموليتيك انيميا مي برودوسز نورمو كروميك نورموستيك انيميا افتر اكيوت بلاد لوس اندوكراين فيلر ديو تو هايپوثايرويدزم اور هايپوپيتيوتاريزم رينال disease also may producing hypochromic micro normochromic normocytic anemia mixed deficiency or maybe bone marrow failure. هذا البون مارو فيلر occur due to either aplastic anemia or maybe post chemotherapy or due to infiltration by carcinoma any CA metastasis to the bone marrow ممكن يسوي لنا anemia. هاي type مال anemia بتكون normochromic normocytic anemia. البيشنت بريزنتد وذ نورموكروميك نورموستيك انيميا، مثل ما عرفتوا ديفرنشال دايجنوسيس مالته يكون واسع، وممكن انه يكون سببه نون هيماتولوجيكال كوز، لهذا انه يحتاج ريفيوينج فور ماني ثينجز انكلودينج رينال اند ليفر فانكشن تيست. البيلروبين از فيري امبورتنت، اي اس ار يورينالايسيس اند ثايرويد بروفايل مي هيلب تو ريتش تو ذا ديفينيتيف دايجنوستس اوف ذس نورموكروميك نورموستيك انيميا. ماني كيسز اوف ذا نورموكروميك نورموستيك انيميا مي not reached to the definitive diagnosis by this simple test, so sometimes it's requiring bone marrow aspirate and biopsy. It is necessary to reach to the diagnosis if the simple tests don't provide the diagnosis. Bone marrow aspirate will biopsy بالعادة ممكن انه نوصل للدياجنوسيس اوف البون مارو كوز اللي هم either due to a plastic anemia or infiltration by الكارسينوما. ممكن نوصل للدياجنوسيس مال ذولا الديزيز عن طريق البون مارو اسبريت والبايوبسي، بس احنا قلنا ما نلجأ لهم الا بعد ما نكمل كل الابروتش مال الدياجنوسيس اوف النورموكروميك نورموستيك انيميا. ما قدرنا نتوصل الشيء وما قدرنا نوصل للدياجنوسيس اور للتايب مال الانيميا، نلجأ الى البون مارو اسبريت والبايوبسي ممكن يحل لنا المشكله. نيجي نحكي عن الهيموليتيك انيميا اللي هي تظهر على شكل نورموكروميك نورموستيك انيميا. اول شيء هي لازم نعرف تعريفها، هي result from increased rate of the destruction of the RBC. هذا الهيموليسيز either hereditary or acquired، ومثل ما حكيت لكم ايضا بالمحاضره اللي فاتت الهيريديتري either، اريد يعني اعلمكم على فد مختصر بالهيريديتري هيموليتيك انيميا، هو مختصر of الهيم. الهيم اللي هو H E M، ال H معناها هو الديفكت بالهيم، بالهيم هيموغلوبين اللي هو بالعادة نشوفه بالثلاسيميا مثل ما قلت لكم. ال E اللي هو الإنزيم of the RBC، ديفكت بالإنزيم like ال G6PD pyruvate kinase deficiency. وآخر شيء بالهيم اللي هو ال M اللي يكون نتيجة ديفكت بالممبران of the RBC مثل ما نشوفه بالهيريديتري سفيروسايتوسيس وهيريديتري إليبتوسايتوسيس. وبهذا راح يكون عندنا inherited hemolytic anemia يشمل ثلاث أنواع، هي الهيموغلوبين defect، الانزيم defect، والmembrane defect، وكل type من هذا defect ينطينا type of anemia
or type of disease. Second cause of hemolytic anemia هو acquired. الأكوايرد هيموليتيك أنيميا طبعا يشمل كل شهواية أنواع من الهيموليسيس، بس أهمهن هو إميون، وهذا الإميون either أوتو إميون لايك الورم، هي أوتو أنتيبادي تظهر تهاجمنا الار بي سي أنتيجين، وهاي الأنتيبادي نوعين، ممكن ورم أنتيبادي وممكن كولد أنتيبادي. الألو إميون اللي هو يكون سببه either هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن لو هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، يعني incompatibility الهيموليتيك ترانسفيوجن اي بي او usually due to اي بي او incompatible blood transfusion، الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن usually due to ار اتش incompatibility between mothers and the baby and the allograft special stem cell transplant. بالstem cell transplantation ممكن ايضا نشوف ال incompatibility اللي يظهر على شكل hemolysis، وممكن يكون بسبب الدراج اللي هو همينه ينطي، ممكن يسوي لنا اي يعني هواي انواع من الدراجز ممكن تحفز لنا الهيموليسيس للار بي سي. نحكي عن diagnosis of the hemolytic anemia. الdiagnosis of the hemolytic anemia يحتاج هواية شغلات لازم نعرفها. أولهم medical history if the patient have any medical disease, if the patient have a history of intake of any medication, and also very important the family history if the patient have a family history of the blood transfusion. Oral anemia, this is may give rising or give highly suggestions of the inherited hemolytic anemia. CBC blood film important. Reticulocyte count, it is a very important because any hemolysis usually associated with the very high reticulocyte count. Direct Coombs test, it is positive test, it is give highly suggestions of the immune mediated hemolysis. Chemistry profile with direct and indirect bilirubin, it is usually increasing with the hemolysis anemia. LDH urinalysis, haptoglobin level, it is all of these very important on the diagnosis of hemolysis. هذا الجدول يوضح النقاط اللي حشيناها وشنو راح نلقى بهم فايندينج وليش نلقى هذا الفايندينج. مثلا الهابتوغلوبين احنا ويا اني هيموليسيس راح نلقى ديكريز، ليش؟ لانه الهيموليسيس اوف الار بي سي تنطينا فري هيموغلوبين، هذا الفري هيموغلوبين اولويز بايندينج تو ذا هابتوغلوبين، لذلك راح نلقى الهابتوغلوبين قليل. اللاكتيك دي هيدروجينيز يوجوالي elevated due to release from the lysis RBC and the blood film may be see abnormal RBC. Reticulocyte مثل ما قلنا كلش عالي due to bone marrow response to anemia as a compensatory mechanism to compensate or to replacement of the loss of the RBC. Increase the bone marrow productions of the RBC associated with increased reticulocyte count. The unconjugated bilirubin also increase due to increase the hemoglobin breakdown associated with increase in unconjugated bilirubin. Urinalysis presented with the urobilinogen and positive blood occurred due to presented of the free hemoglobin and its metabolite resulting from the destructions of the RBC. ونجي على النوع الثالث من المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هو ماكروسيتيك انيميا. الماكروسيتيك انيميا مثل ما قلت لكم يكون الام سي في مالته عالي اكثر من 95 بالعاده نشوفه. فهذه الصوره تشوفون شلون الار بي سي تكون كبيره وهنايا طالعت لنا نيتروفيل. هاي النيتروفيل يسموها هايبر سيجمنتد نيتروفيل. النيتروفيل النورمال تكون 3 إلى 5 لوب بيها، فهذه اذا تحسبون هي اكثر من 5 لوب، هذه يسموها هايبر سيجمنتد نيتروفيل. فهذه صوره تشوفكم الماكروسيتيك ار بي سي. الماكروسيتيك
anemia usually occur due to two cause, either megaloplastic or non-megaloplastic. Megaloplastic كنا نعرف هي occur due to vitamin B12 deficiency or folate deficiency or maybe sometime drug inducing anemia. Non-megaloplastic anemia either excessive alcohol intake, liver disease, hypothyroidism, aplastic anemia, paraproteinemia اللي هي بالmultiple myeloma, البريجننسي النيونيتال بريد كلهن هذولا يطلعون الار بي سي ماكروسيتيك. نجي على هذا الالجوريثم راح يشوفنا ديفرنشال دايجنوسيس مال الماكروسيتيك انيميا. فاحنا سوينا ام سي في طلع لنا سوينا العفو سي بي سي طلع الام سي في عالي طلع أكثر من 100. فشن شيك أول شيء لأنه هو الموست كومين كوز مالتها هي due to vitamin B12 or folate. نشيك vitamin B12 and folate level. إذا كان vitamin B12 low والfolate low هذا معناه vitamin B12 folate اللي هو megaloplastic anemia maybe occurred due to small bowel disease and nutritional deficiency. إذا كان B12 low والfolate normal هذا معناه B12 deficiency بالعادة يكون due to gastric abnormalities, small bowel disease, nutritional deficiency due to drugs or congenital disorder. إذا كان B12 normal والfolate low معناه folate deficiency اللي هو يكون بسبب nutritional malabsorptions, drug and increased requirement. إذا كان B12 والfolate اثنينهم normal نرجع نسوي retic. إذا كان أكثر من 100 معناها هذا أكو فد هيموليسيس أكيوت بلاد لوس سوانا الماكروسايتوسيس. إذا كان الريتك مو عالي هذا نرجع على النن ميغالابلاستيك اللي هم الكهوليزم هايبوثايرويدزم ليفر ديزيز انهيريتد ديسوردر مايلودس بلاستيك سيندرام هذول كلهم ممكن يسببون ماكروسيتيك أنيميا ويحتاج أنه نسوي another investigation to reach to the definitive diagnosis. آخر disease نشوفه واللي هو ممكن إنه يعني نصنفه within the RBC disorder هو البوليسايثيميا. تعريف البوليسايثيميا is referred to increasing in the RBC mass usually with corresponding increase in the hemoglobin level. This is increase in the RBC maybe absolute increase or maybe relative. Differential diagnosis or causes for this polycythemia مثل ما قلنا هو absolute or relative. Absolute either primary or secondary. The primary هو usually associated with the low erythropoietin level occur with the polycythemia vera. While the secondary usually due to high erythropoietin level نشوف either physiological appropriate or physiological inappropriate. The physiological اللي هو نشوفه compensatory lung disease living in the high altitude cyanotic heart disease هذول كلهم compensated mechanism يسوينا increase of the erythropoietin level يسوينا increase بالRBC mass or RBC count تؤدي إلى increase بالhemoglobin والPCV. الphysiological inappropriate اللي هو increasing erythropoietin occur due to paraneoplastic syndrome occur as on renal cell carcinoma, uterine myeloma. هذول كلهم يزيد لنا erythropoietin productions lead to the increase stimulation to the bone marrow to increase the productions of the RBC وبالتالي تؤدي إلى increase الهيموغلوبين وincrease RBC mass. هذول كلهم نطلق عليهم مصطلح absolute polycythemia لأنه كلهم يتميزون بإنكريز الRBC mass. A relative polycythemia is usually occur due to reduced plasma volume. من تقل البلازما فوليوم راح يزيد لنا الRBC or الهيموغلوبين والPCV فراح يطلع على شكل polycythemia. هذا نشوفه بالهيموكونستريشن as in dehydration due to diarrhea or vomiting and on the Gasabach syndrome superior polycythemia.
وبهذا خلصنا المحاضرة مال اليوم اللي هي آخر محاضرة بالمنهج المقرر لكم بالهيماتولوجي لهذا الكورس. يا ربي أكون يعني انطيتكم معلومات مفيدة بأقل جهد ممكن، يعني حاولت قدر الإمكان أختصر لكم المحاضرات وأنطيكم الزبدة مال المواضيع المقررة لكم، لأنه يعني التعمق بيها راح يضيعكم ويتيهكم، فقلت أنطي أبسط المعلومات اللي ممكن تفيدكم بحياتكم. وإن شاء الله يا رب يعني ماكو أحد بيكم لاقفت صعوبة بيها، وإن لاقيتوا أي صعوبة وأي سؤال بخصوص هاي المحاضرة وبخصوص المحاضرات اللي فاتت أو أي شيء بالهيماتولوجي أنا حاضر بأي وقت تحتاجوه، وأكيد يعني إن شاء الله راح ما أقصر بالشيء اللي أقدر له. وتحياتي ومحبتي للجميع، ويا ربي ننجمع على خير وسلامة بعد ما تنتهي هاي الأزمة، ونعوض كل اللي فاتكم، واللي إن شاء الله إن شاء الله يعني حاولنا قدر الإمكان إنه تستفادون بهذه الفترة وما يفوتكم شيء. فتحياتي للجميع ودمتم بخير وسلامة. شكرا جزيلا.